بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. نخش نعمل لكم تقرير بأسعار عيول اللحم النهاردة 3/13/8/2024. صلوا على سيدنا النبي ودعمونا بلايك. نخش كده نشوف أسعار اللحم وتقايسوا معانا اللحم النهاردة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. صباح الفل يا خال، قام صلاة النبي وصل معاك ده. يا مسهل الحال يا رب، الصلاة على النبي تبارك الله، الصلاة على النبي. قام وصل معاك ده معلم. صلاة النبي تبارك الله. زكى عمدة، كم صلاة النبي عمدة؟ صلاة النبي حق 91 ده. إن شاء الله تبارك الله. صلاة النبي. زكى عمدة صباح الفل، الصلاة على النبي تبارك الله. النهاردة في ناس كثيرة يا جماعة، عشان أنا داخل سوق اللحم متأخر، ناس زهيانة. كم واصل أم عمدة صلاة النبي؟ كم واصل صلاة النبي؟ 72 والحكم 74. الصلاة على النبي. والله النهاردة الناس في سوق اللحمة يا جماعة زهيانة، ولي حق يزهي يعني بصراحة. واحد بيصرخ على العجل كثير الأيام دي. بس الصلاة على النبي تبارك. كم واصلين؟ مش أصورك أنت، كم واصلين أمه؟ 75 وده 67 يا جماعة. الراجل مش عايز يظهر، ده حقه يعني. 75 طب يا اخي الصلاة على النبي يا عم، الاسعار حلوة رخيصة والله. الصلاة على النبي ما وصلش ال 75 ده على كده؟ ما وصلش في الشراء؟ الشراء. الصلاة على النبي. قايسوا معايا يا جماعة في العجل ده، قايسوا معايا صلاة النبي 75. الراجل مش حابب يظهر وانا مش عايز اظهر. صلاة على النبي 250 260 4 ارباع ثابتة فيها يا جماعة. صلاة النبي العجل حلو ما شاء الله. صلاة على النبي. هو يا معلم، هو يا معلم. يا مصطفى معك والله واصل 80 البيع والشراء فيه. بيع سعيد يا اخي، بيع برا صالح. بيع سعيد، ايده في المي ده، مش ايده في النار. ايده في المي، مش ايده في النار. يا عمي روح. شفت ازاي يا جماعه؟ شفت ازاي الواحد بيبقى رابط العجل وصارف عليه كثير؟ والله عمدة كم واصل بالصلاة على النبي؟ والله راسك 68 يا جماعة. صلاة النبي 68 بيع وشراء 68. والله الأبيض أحسن منه يا ولدي، والله الأبيض أحسن منه. والله يا جماعة بما يرضي الله، بما يرضي الله. شايف في حياة، شايف في حياة يا جماعة أقل من سعرها في السوق، عشان كده الكل اللي ماسك عجل زهقان. زكى عمدة كم واصلين صلاة النبي؟ 130,000. الصلاة على النبي. سنه 100 على كده؟ لباني. اثنين لباني 130,000. ده البيع والشراء يا جماعة. البيع والشراء
ب 130 ألف. هم صلاة النور 130 ألف واصلين. يا راي الناس. هو عليك يا زعيم العقل. بعد هذا بعد عليها حجت عليها قام الشرف في ده. لا ها قام الشرف معاك يا معلم 82 لا بالا ولا يوز كم الدور ده عمده 58 يا جماعه اللي دور 58 ألف برضه للعلم على قد ما في شروات حلو برضه في شروات غالي يعني للامانه 58 ألف تمام زكى عمدة كم واصل الصلاة عنا بالعيد ده كم واصل عمدة ولا عايزين نقول هداك العيب يا معلم عبد الله والله نورينا معلمين صباح العلم ازهروا معانا مره كده ادونا البركه يا شرف كبير الله يوسع عليك ايه اخبارك الله يفلك يمشي بكام النهارده يا معلم والله اكثر من 310 320 والله زي ما هو زايد مش ناقص 320 4 ارباع يعني صح هو كان ماشي دلوقتي والله هو الدكتور عامل 320 ماشي مش نص ساعه لا السكينه 360 ولا 400 ما قاعد مع الجزارين ما حدش ما صاحب ما البلد البلد ما فيش فلوس احد صح الدنيا الدنيا مريحه والناس مريحه الله يوسع عليك برضه خلي بالك من الضحيه لسه ما طرحتش طيب ابو احنا بناخذ منك المعلومه عن مشرف عشان نوصلها للمشاهدين ما فيش اقل من 320 ما فيش اقل من 320 اقل من 320 انا بس برضه قصدي المال لسه ما طرحش زي طرح لكن بسعره لا لا والله ما يكون حتى تبارك الله باليمين ما تضل على اليمين يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر ها ذاك عمده كم واصلين صلاه النبي لا خليك حي 125 ونص مع الراي الطيب الامير 125 ونص كم يا عمده صلاه النبي كم صلاه النبي 70 70 الف يا جماعه 70 70 الف يا جماعه صباح الفل يا باشا ابو عم ابراهيم رايك تمام الله يبارك فيك يا عم ابراهيم قول لنا معلومه بالله قست اللحم النهارده يوقع بكام اكثر من 300 جنيه اكثر من 300 110 320 صح يعني الكلام كده حتفوت علي لا في سعر النهارده تمام يعني 310 320 310 320 بس على حسب الشروات على حسب الشروات بس مفيش اقل من كده مفيش 310 320 صح كده معلم الله يوسع عليك ده البراءه كمان حبيبي عم ابراهيم الله يوسع عليك 310 320 خشوا بعد كده على عيول الدورة شوية يا جماعة عيول الدورة زكى عمدة صباح الفل عليه فلوس ولا واصل معه؟ لا لسه وصل وصل كم؟ 52 أيوة 52 واصل هذه فتحته على قد ما نقدر بنجيبها لكم فتحته حلوة يعني العجلة حلو ما شاء الله
كم فلوس ده معلم؟ يا عم جابر 60,000 يا با يا عم جابر حبلاتي 60,000 صلاة النبي تبارك الله ناخذ العجلين دول كمان صلاة النبي تبارك الله صلاة النبي قام عليهم عبد الله دول 140 ايه سنهم على كده سنهم ايه مجاوز صلاة النبي 140 يا جماعة صلاة النبي عجلين بيت صلاة النبي دول عجلين مربوطين مربوطين بيت صلاة النبي والله كلهم بركة عجلين يعني لا كرش ولا عب العجل المفروض فردة حلوة صلاة النبي ده كان تقرير العيون اللحمة يا جماعة لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك الناس اللي داخلة جديد تشترك معنا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.